الراديو 90 90 هواها مصري. احنا اتكلمنا عن هند طبعا من شوية، بس في نقطة كده انتشرت على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت. انتوا عملتوا الفيلم رعب وخفنا وما دخلناش ننام منكم وتعذبنا. شفت كان فيلم ميد نايت الموضوع كان عشان راح احكي لك كان عذاب. كنت تتوقع ان الناس هتسيب كل ده ويمسكوا بلا تخاف ولكن يحذروا يعملوا عليها كوميكس؟ احنا شعب بنكتب، احنا شعب بيحب الضحك. يعني عايز اقول لك بتتعمل على اي موقف. اوعى تنام يا يحيى، هو اوعى تنام يا يحيى، اوعى تنام يا يحيى، هتغنوها لي بقى. اوعى تنام يا يحيى كده راح المدرسه. كنت متخيل ان هم ياخدوا منه حاجات كوميديه ويعملوها. بص مش يعني كنت متوقع طبعا، لان انت خلاص انت النهارده في عصر الفيسبوك بنتريق على كل حاجه اكيد، انما لا مش يعني فيلم رعب يعني هنروح فين ليش على فيلم الرعب يعني فيلم الرعب هنروح فين مش حاجه بتعدي تحت ايدي.